نظمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران لقاء جماهيريا بقرية سنودة في مركز الخنكة بالقليوبية. تناول هذا اللقاء عرضا للبرنامج الانتخابي للمرشح مع التأكيد على الاستمرار في عقد المزيد من اللقاءات الجماهيرية. وقد جاء هذا اللقاء بحضور عدد من أهالي قرية سندو وأمانة حزب العدل بالقليوبية. أنا وجودي هنا رسالة إن أنا مرشح، أولا مش بس عندي برنامج سياسي، أنا كمان عندي رغبة وقدرة إن أنا أزور مش بس مدن ومراكز، لا بزور قرى، وكان شرف كبير لي أنا أكون موجود في القرية اللي زارها قبل كده سعد زغلول. لعل هذا يعطي رسالة معينة إن زي ما كان في زعماء في مصر من أمثال سعد زغلول بقيمته بوزنه التاريخي بشعبيته الجريفة بيقدر يلاقي وقت ويلاقي إمكانية إن هو يزور قرية، أنا يعني بحمد ربنا إن أنا بحظو حظه وإن أنا بعمل نفس السلوك ده، وقادر إن أنا أوفر في خلال المعركة الانتخابية وقتها جد محدود إن أزور قرية والتقي بناسها وأسمع منهم ويسمعوني. هذا تفاعل إيجابي وهذا في حد ذاته مكسب سياسي كبير. يعني إحنا هدفنا في المؤتمرات بشكل عام هو التواصل المباشر مع الناخبين وعرض برنامجنا من خلال التواجد في مناطق تواجدهم الأصلية. يمكن احنا بنمتاز اننا الحملة الوحيدة اللي بتنزل بالكامل ومعاها المرشح بنفسه للمواطنين في أماكن تواجدهم. النهاردة احنا في القليوبية في قرية سندوة، وقبلها سبق وتواجدنا في محافظات عديدة من محافظات مصر، ولولا ضيق الوقت لكنا تواجدنا في كافة محافظات الجمهورية. أشكر جميع الأجهزة المعنية على وقوفها على الحياد من جميع المرشحين. انا شايف كده ان في حياديه تم لحد دلوقتي، والدليل اللي احنا شايفينه النهارده يعني كل التسهيلات الحمد لله، ما فيش اي عراقيل، والحمد لله زي ما انت شايف الشكل كان حاجه مشرفه. احنا بنوصل للجماهير في اي مكان في كل محافظات مصر، بنحاول صوتنا يبقى مسموع في كل قرى ونجوع مصر. الرسالة بتاعت النهاردة ان احنا بندعو الناس لنزول الانتخابات والمشاركة في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال من أجل إحداث تغيير حقيقي وتغيير سلمي وديمقراطي. وهذا المؤتمر إن دل على شيء فإنه يدل على روح الحرية والديمقراطية، ومفيش يعني فروقات بين المرشحين، كله على قدم مساواة. لازم العالم كله يعرف ان احنا عندنا وعي كبير ان احنا نخرج للانتخابات ونشارك في الانتخابات، لان دي مرحلة كبيرة ومهمة جدا في تاريخ مصر. انا جاي اشوف التجربة الديمقراطية، اسمع افكار المرشح الاستاذ فريد زهران، نشوف عنده افكار جديدة هتخدم البلد ولا لا، ومن اجل المشاركة، لان طبعا احنا في تجربة ديمقراطية احنا مبسوطين وسعداء بالتعددية الموجودة.